للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق ومستشار البنك الدولي السابق. بالفعل يحلل هذا الموقف العالمي من موجة التضخم التي ما زالت تعقب الأزمة الروسية الأوكرانية. دكتور عمرو، يعني برأيك إلى ما سيكون الحل، وما هي الخطوات الفعلية التي يجب أن تتخذ على المستوى الاقتصادي؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. إلى متى يكون الحل؟ الحل مش هيظهر إلا لما تتوقف الحرب، وحتى لو توقفت الحرب فإننا لا نتوقع أن يكون في تريكلينج داون إفكت أو يكون في جر سريع لعودة النشاط الاقتصادي أو تنخفض الأسعار بشكل سريع. يمكن قد تنخفض أو تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا، لكن دايما بعد الحرب أو بعد الأزمات، بالذات بعد الأزمات اللي فيها موجة تضخم وارتفاع في الأسعار، يمكن أسوأ شيء ممكن يواجه الاقتصاد هو تذبذب أو الارتفاع في الأسعار، لأنه بيأثر على مجمل مناحي الحياة والاستثمار والاستهلاك اللي هو عصب الإنتاج، وبالتالي يتوقف الطلب ويتوقف العرض. وسؤالك على متى تتوقف هذه الحالة، أنا بقول لك إن يعني لن تتوقف هذه الحالة ولن يعود الاستقرار إلا إذا توقفت الحرب. لكن شفنا التضخم وشفنا الحالة الاقتصادية الصعبة، ليس طيب فقط في نحن أمام معضلة اقتصادية عالمية، كيف تكون خطوات الحل والتي تلمس المواطنين والشعوب كافة في كافة الدول؟ في معظم الحالات لما بيكون في تضخم بيكون في أزمات اقتصادية، بيقل الاستهلاك وبتتجه البنوك المركزية والمصارف المركزية زي ما احنا شفنا لرفع سعر الفايدة علشان تشفط كمية السيولة اللي موجودة في المجتمع وتتلافى النقص في الإنتاج أو سلاسل التوريد. وزي ما قلت في الريبورتاج بتاعكم أو في الحديث بتاعكم قبل الحوار، نسب التضخم وصلت طبعا في بريطانيا لنسب قياسية، بريطانيا وصلت لنسب كبيرة جدا. لكن السؤال اللي أنا هنا بسأله، الدول المتأثرة وبالذات الدولتين الكبيرتان الولايات المتحدة وبريطانيا اللي شعوبها متأثرة بالأزمة، متى تتوقف هذه الدول عن تأييد الحرب ويمكن جر روسيا إلى مزيد من الحرب وجر القارة اليورو أسيوية إلى الحرب، مع العلم أن ده بيأثر على كل شعوب العالم لكن بيأثر أيضا على شعوبهم؟ هل السؤال اللي أنا بسأله، هل بوريس جونسون والإدارة الأمريكية اللي بتعاني اوريدي من صعوبات اقتصادية، هل مخرج الحرب أو الحرب قد يكون يعني عذر أو إسكيوز لهم داخلي في ظل الانتخابات الداخلية للهروب من حل الاقتصادية اللي موجودة؟ ده سؤال بيطرح في بعض الأحيان. أنت عارفة أن بعض الدول يعني قد لا تتوانى عن إشعال أزمات حتى إذا كان ده مش في صالح بعض مواطنيها إلا إذا كانت هناك حسابات انتخابية. فالسؤال اللي احنا هنا بنسأله للحكومة البريطانية والنظام البريطاني، حسابات أخرى ربما سياسية، لكن دعني تحديدا أتساءل، هل هناك دول أكثر تأثرا عن أخرى؟ كل العالم متأثر، يعني حتى الصين اللي هي مسؤولة بشكل مباشر عن سلاسل التوريد متأثرة. يمكن خفض النمو بنسبة 0.02% في الصين، لكن أنا تاني برجع أسأل السؤال دوت، هل إشعال الحرب هدفه زعزعة الاستقرار العالمي وهز روسيا وهز الصين اقتصاديا، حتى لو كان ده مش في مصلحة الولايات المتحدة أو بريطانيا اللي لهم دور كبير زي ما احنا عارفين ولا نخفي هذا، لهم دور كبير في ليس في إشعال الحرب لكن في مساندة أوكرانيا مع دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إطالة أمد الحرب حتى إن كان ده مش في صالح مواطني الدولتين أو اقتصاد الدولتين الكبريتين. أشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.